ما كتعرفوا هذه السنه عطينا حاولنا نعطيو انطلاقه بكري للمخيمات. هذا البرنامج اللي هو منتظر من طرف العائلات ومن طرف الاطفال والشباب. بالطبع سنه مرة سنه الهم ديال الوزاره هو يعني تجويد الخدمات والانشطه اللي كنعطيو للاطفال والشباب وحتى الاستثمارات الجديده. يعني مجموعه ديال المخيمات غتحل هذه السنه، فاذا يمكن غيبان لكم بانه العدد ما غيزيدش لانه غنستغلوا هذه الفرصه لترميم مجموعه ديال المخيمات اللي عليهم مجموعه ديال المراحلات، لانهم تو سامبلومون يعني تم افتتاح ديالهم هذه سنوات وحان الوقت باش نعاودوا النظر فيهم، باش في السنوات المقبله يمكن يكون عندنا واحد العدد جد محترم للمستفيدين من هذا المخيم الجديد. هذه السنه واللي كنعتبره مهم جدا هو ان المخيمات غتحل طول السنه ليس فقط في الصيف، فغيكون هناك يعني استغلال هذه المخيمات حتى في شهر ابريل ان شاء الله وفي شهر اكتوبر كذلك، وغيكونوا كذلك انشطه جديده بشراكه مع قطاعات جديده بما فيهم قطاع الفلاحه. والهم هنا هو تقديم برامج حتى موجه للعالم القروي، وكتعرفوا ان هناك اشكاليات خاصه بالعالم القروي، اعتبرنا بان الوزاره لابد ان تدير يد في يد مع وزاره الفلاحه باش يكون هناك يعني برامج تخيميه جديده غتركز في الاساس على مجموعه ديال التكوينات اللي كتهم العالم القروي. وهذه تجربه اولى ان شاء الله باذن الله باش نزيدوا نعموها ان شاء الله في السنوات المقبله. الهم ديالنا الاساسي هو انه يكون خدمات وبرمجه يعني مهمه بالنسبه للاطفال والشباب. وكيف ما ذكرت وقلت قبيله، واحد الطفل واحد الشاب او يعني كيستغلوا هذه الفرصه باش يعني كيكتشفوا مواهب جديده. وكيف ما كتعرفوا من ديور الشباب من المخيمات خرجوا اطباء، خرجوا مهندسين، خرجوا رياضيين، خرجوا فنانات وفنانين، والهم ديال الوزاره هو يعني بناء المجتمع الغد. اليوم كنعطيو اطلاق العرض الوطني للتخييم طبعا حل السيد وزير الشباب والثقافه والتواصل بشراكه مع الجامعه الوطنيه للتخييم. وكتعرفوا بان اطلاق العرض الوطني للتخييم والخريطه الطريق هذه السنه هذه اللي غتكون فيه مجموعه من الامكانيات والاشتغال وكذلك برامج مختلفه للشباب والاطفال، والشعار اللي تخدم من اجل شباب مبدع ومتالق اكيد جدا غتكون فيه اشاره حقيقيه على ان الشباب هو الركيزه الحقيقيه ديال العمل التربوي الفني، خاصه على محب للعمل بحب وبتطوع. هذه السنه كذلك المخيمات غتكون بصيغه جديده اضافه الى السيد وزير الشباب والثقافه والتواصل اللي اعطى انطلاقه كذلك لبناء مخيمات عصريه جديده، وكذلك غتكون فيها برامج تكوينيه للاطر التكوينيه عبر 12 جهه خاصه في الرقمنه وكذلك في الصناعه الابداعيه والاعلاميه وكذلك التواصل الاساسي. كذلك اشراك مجموعه من الاطفال داخل العالم القروي وفتيات العالم القروي، اشراك كذلك اطفال فوضيه اعاقه، اطفال داء السكري، اطفال فوضعيه صعبه، لان الاساسي هو استغلال جميع شرائح المجتمع المغربي. اليوم القطاع الوصي مشكورا على انه قدم لنا كجامعه وطنيه للتخييم جميع الامكانيات للاشتغال، واللي غنكونوا في الموعد كما كتعرفوا بان دائما نسعى الى طفوله مبتسمه عاشقه للوطن، طفوله بعبء ورنين نغمات الفن والابداع وكذلك التواصل. وغنكونوا ان شاء الله عبر تراب المملكه ب 12 الجهه منخرطين جميعا في هذا العمل اللي مشانيه ان غيلقى قوه حقيقيه داخل الوسط التربوي بربوع المملكه. اليوم نشهد اطلاق العرض الوطني للتخييم في توقيته المحدد وفق المرسوم المنظم لمراكز التخييم. هذه السنه هذه تراه الوزاره مع الجامعه على انه تضمن الحكمه ديال تدبير البرنامج وكذلك تاهيل الاطر المكونه او المشرفه على تاطير الاطفال من خلال اولا استكمال الترسانه القانونيه للمنظمه للبرنامج، اي اصدار مقرر الشهاده الاهليه اللي غيعرف واحد قفزه نوعيه على مستوى المضمون وعلى مستوى المناهج اللي كتوجه لهذه الاطر المشرفه. ثم كذلك هذه السنه هذه ارتباطا بالشعار اللي اخذته الوزاره اللي هو معا لشباب مسؤول ومتالق، ان شاء الله يعني بانخراط الحركه الجمعويه النشيطه سيكون عندنا الرهان على اولا جوده الخدمات التربويه، جوده البرامج التنشيطيه، وكذلك بالاضافه الى ضمان بنيه تحتيه مؤهله وتراعي ظروف الاستقبال الجيد وفق يعني رؤيه موحده ومتكامله في منظومه التخييم.